للمزيد ينضم إلينا من نيويورك موفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار. أهلا بك مصطفى، ما الجديد بشأن انعقاد الجلسة وماذا في الكواليس؟ أهلا بك أولا زملائي نهى وأدا، أهلا بكم. نتابع ما يدور في كواليس مجلس الأمن الدولي. الآن أو بعد ساعة من الآن تنعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بدعوة من دولة الجزائر نيابة عن إيران وما يدور في الشرق الأوسط. هذه الجلسة ستتابع وستناقش عديد من الملفات، ويأتي على رأسها الملف الإيراني وما شهدناه في الأيام الأخيرة الماضية من ربما عدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. الملف الإيراني حاضر وبقوة على طاولة المفاوضات والنقاشات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى قضية فلسطين وقضية غزة هي الأخرى حاضرة وبقوة. يكون هناك أيضا ملف ثالث وهو الملف اللبناني، وما يتبع هذه الملفات من اطروحات ونقاشات معمقة بين الشرق والغرب. النقاشات والجلسات داخل أروقة مجلس الأمن زملائي ستكون مركزة، لكن ليس هناك متوقعا أن تخرج بقرارات أو أن تخرج بصياغات أو بصيغ من القرارات الأممية أو الدولية. الشاهد في هذا الأمر أنها ستكون نقاشات معمقة من أجل وقف مزيد من العنف في الشرق الأوسط، من أجل أيضا عدم اتساع رقعة الصراع داخل الشرق الأوسط، تلك البؤرة التي أصبحت ملتهبة وأصبحت تناقش الآن على دائرة طاولة المفاوضات وطاولة النقاشات داخل أروقة الولايات المتحدة، خاصة في ظل ما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية من شد الهمم في متابعة الانتخابات الأمريكية 2024 والتي اشتد فيها الصراع وبقوة ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى هناك اتهامات من كلا الحزبين من ترامب ومن هاريس. الكل يكون هناك على قدم وساق المتابعة في كافة الولايات. نضيف إلى ذلك هناك ولايات متأرجحة هي بالطبع ستكون حاسمة في هذه الانتخابات، لكن حتى هذه اللحظة لم تتقدم المرشحة هاريس أو المرشح ترامب بفارق ضئيل. بالأمس القريب كانت النتيجة بين الحزبين وبين المرشحين متساوية ب 48% لكلا الحزبين. الشاهد في هذه الانتخابات هذه المرة أنها تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ويشهد فيه العالم اضطرابات كبيرة، وربما ما يشغلنا نحن في هذا الأمر هو الاضطرابات الدائرة والحروب التي اتسعت رقعتها والعالم يقف مكتوف الأيدي، خاصة ما يعانيه القضايا وما تعنيه القضايا القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية. العالم يتابع الانتخابات الأمريكية عن كثب وعن قرب وما تشهده هذه الانتخابات وما تلقي بظلالها على كافة القضايا. القضايا الملحة في الداخل الأمريكي قضية الهجرة غير العشوائية، وبالطبع لها مردود ولها أيضا باع كبير. هذه القضية تأخذ حيز كبير ما بين المرشحين، بالإضافة إلى قضية الإجهاض والتي أخذت أيضا جانبا كبير من النقاشات وأيضا في الحملات الانتخابية. الجولات مكوكية يقوم بها المرشحين، المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري في كافة الولايات المتأرجحة. يفصلنا من اليوم هذا هو الأسبوع الأخير عن إجراء الانتخابات الأمريكية 2024. جولات مكوكية يقوم بها المرشحان للإدلاء بآرائهم نعم مصطفى نعم، لكن لا نريد أن نبتعد كثيرا عن موضوع مجلس الأمن أو هذه الجلسة المعنية بالرد الإيراني على إسرائيل. وهنا طهران قالت إنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها بشكل صارم ومتناسب. يعني في الكواليس لديك كيف هناك مداولات أو مناقشات حول الأدوات المتاحة للرد على هذا الهجوم؟ هذه الجملة ما معناها أو ما الذي يقال في هذا الصدد؟ نهى، من خلال اتصالاتنا التي قمنا بها مع بعض المحللين والخبراء الاستراتيجيين وما يعيشون داخل الكواليس في أروقة الأمم المتحدة أو في داخل مجلس الأمن تحديدا، الحديث عن أن حق الرد مكفول لإسرائيل، هذا ما يتكلم عنه حق الفيتو إن جاز التعبير وإن تم استخدامه من قبل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين داخل مجلس الأمن. إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها كما يقولون، لكن
كما قلت أنه لن يكون هناك الخروج بقرار أو بمسودة قرار. الشاهد في هذا الموضوع أنهم لا يريدون أن تتسع رقعة الصراع، أنهم لا يريدون أن تكون هناك حرب شاملة في الشرق الأوسط، أنهم يريدون جميعا أن تكون هناك مفاوضات جادة ومفاوضات بناءة من أجل رأب الصدع في الشرق الأوسط ومحاولة لتقليل الصراع ما بين الشرق والغرب في هذه القضية المحورية. نعم، شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار موفد التلفزيون المصري إلى نيويورك، كنت معنا مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك.